من امبارح من ساعه ما نزلت الريل بتاع سيرم الفيتامين سي وفوائده، وانتوا عمالين بتسالوني ايه احسن سيرم فيتامين سي نستخدمه وفعلا نلاقي نتيجه مرضيه. في فيتامين سي سيرم هنا موجود في الصيدليات، بس في كمان فيتامين سي سيرم انا بحبه جدا جدا موجود اونلاين، او اللي هو من الحاجات اللي بتيجي بره، او كوري، هو كوري. وانا حابه ان انا بصراحه ابتدي اتكلم بيه لان انا بحب السيرم ده جدا جدا، ومن السيرمز اللي فعلا ما سببتليش اي مشاكل خالص. وهو السيرم ده اللي هو بتاع ماركه سان باي مي اللي هي الكوريه. اللي بيميز الفيتامين سي سيرم ده انه في حاجه اسمها جالاكتومايسيز. الجالاكتومايسيز دي عباره عن حاجه زي فطريات او خمائر بتشتغل معاه. الخمائر دي اصلا هم في كوريا لو يطولوا يشربوها. فبشكل موجز يعني ده احسن كوكتيل لسيرم الفيتامين سي، ان هو يديني افكت عالي جدا، لان كمان الجالاكتومايسيس دي بتشتغل على التجاعيد، بتشتغل على اثار الحبوب، بتشتغل على شد البشره، بتشتغل على انها تبقى جدار للبشره ضد المؤثرات البيئيه. وما نستهونش ابدا بكلمه المؤثرات البيئيه دي، بالذات الناس اللي بتنزل كل يوم في الشمس والتراب والتلوث، الحاجات دي كلها بتبهدل بشرتنا، فده كانك بتدي لوشك مناعه. هم طبعا بيستخدموه عادي جدا مرتين في اليوم، بالعكس ده هم اصلا بيحبوا يستخدموا الفيتامين سي قبل الصن بلوك، لان الفيتامين سي زي ما قلت لكم ان هو بيحمي من اثار الشمس وكمان بيعالج الاضرار بتاعتها. بس احنا ممكن نستخدمه بالليل لو انت بتخافي على بشرتك، او لو انت مش بتجددي الصن بلوك بشكل كافي. بس ده احلى سيرم فيتامين سي تقدروا تجيبوه من هنا. دايما في اي بوست بقى بكتب على اهميه سيرم الفيتامين سي بيجي لي بنات تقول لي انا بشرتي دهنيه ومعرضه للحبوب، ايه احسن سيرم فيتامين سي استخدمه؟ ده، لان الخمائر اللي انا قلت لكم عليها او الفانجس اللي موجود هنا او الفطريات اللي هي النافعه اللي فيه هنا بتعالج مشاكل البشره الدهنيه زي افراز الدهون الزياده. يعني الجالاكتومايسيس دي بتعالج افراز الدهون الزياده للبشره، وطبعا افراز الدهون الزياده للبشره الدهنيه هو من مسببات الحبوب والحبوب اللي تحت الجلد. فده احسن سيرم فيتامين سي. وطالما كوري تعرفوا ان هو البشره حساسه، لان هم بشرتهم حساسه جدا وبيهتموا جدا جدا بالموضوع ده. هستخدمه قدامكم دلوقتي. ده لونه ما تقلقوش، يعني انا عايزه اوريكم ان ده لونه مايل كده للبني. احنا طبعا نرجه الاول ونوزعه على بشرتنا بالطبطبه كده. اهم جزء في الستوري نجيبه منين. انا لما لقيته عند البيج اللي انا كاتباها دي اللي هي بتاعت تينكي وينكي، ودي مش اول مره اتعامل معاها ومش اول مره اجيب منها حاجه ومش اول مره اشكر فيها ولا في حاجاتها ولا في التعامل بتاعها ولا في اسعارها، لما لقيته ما ترددتش لحظه ان انا اجيبه، لان انا بحبه جدا جدا وبيتشفت بيتشفت. يعني بصوا اللي جربه عارف قد ايه هو سيرم قوي جدا جدا، فحبيت ان انا اتكلم عنه بما انه عندها وبما ان دايما متابعيني هي بتديهم خصم، فهي تديكوا خصم 15% على اي حاجه موجوده عندها لو قلتوا ان انتم متابعيني. وانا طالما جبته منها يبقى هرشحها ليكم، لان سان باي مي بقت بتتضرب دلوقتي وهي الحمد لله عندها الحاجه مش مضروبه وعندها بقيه المنتجات بتاعتهم. فشوفوا البيج بتاعتها وهتلاقوا